هذا يسأل عن التشبه الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم، من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. واضح أن المرأة تتشبه بالرجل في لباسه أو في كلامه، تشبه بالرجل في لباسه أو في كلامه أو في شعرها بأن تقص شعرها حتى تجعله مثل شعر الرجل، هذا هو التشبه، تشبه المرأة بالرجل، تلبس لباسه. وتشبه الرجل بالمرأة أن يمشي مشيتها أو يلبس لباسها، يلبس لباس المرأة أو يمشي مشيتها أو يقلد صوتها، هذه أنواع التشبه. نعم.